تما فين طاح ياك؟ تما فين طاحوا بجوج؟ لا لا، المرأة طاحت من الرمشي. المرأة طاحت من الجهة الأخرى. على كل حال، السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي جريدة عبير الأوفياء. احنا مباشرة مكان سقوط الزوجين مع الأسف ليلة أمس، فعدنا لكم بمستجدات جديدة حول الواقعة، ومعنا بعض الشهود العيان اللي كانوا شافوا الأمر، اللي غادي يعطيونا تفاصيل جديدة حول ما وقع بالضبط، وكيفاش حتى تم السقوط ديال الزوجة ومن بعد الزوج، والحقيقة ديال الفيديو المتداول. فعلى كل حال، هذه الأمور هذه كاملة، وحنا كنواكبوا هذا الأمر مباشرة من المكان، فنتأسف بزاف على هذه الفاجعة اللي وقعت هنا واللي هزات المدينة بأكملها. واخا انت ولدي قلتي لي شفتي هذا الشيء هذا من السرجم ياك، نظرا للسن ديالك ما بغيناش غادي نوري الوجه ديالك، لكن غتجي حدايا وغتحكي لي شنو وقع بالضبط. انت كنتي كطل يعني سمعتي الغوات، بديتي كطل من السرجم ياك، شنو وقع بالضبط؟ انا كنت باغي نجبد السبل ديالي حيت لعبي الماتش، درت بحال هكا لقيتو بقيت الغوات ماما غوت شويه، لقيت كيسم الاولاد ديالو مع البنات بداو كيقولوا ماما ماما ماما، درت بحال هكا لقيت هي شاده في الحاشيه ديال السطح الزوجه. الزوجه هو جالس كيضرب فيها بيديه، يعني الراجل ديالها كان تيضربها بيديه. وكانت هي كتهضر معاه، واخا هكا كانت كتهضر معاه كتقول لي كتهضر معاه يعني كطلبوا ولا ما كنتش كنسمع حيت كانوا كيضرب شويه، المهم كانت كتهضر، حيد لها اليد الاولى جدات في اليد الثانيه صافي ضربها بطات، يعني كانت حيد لها اليد الاولى باش باش طيح وصافي. ملي طاحت ماتت الله يرحمها صافي، هو يطلع ديريكت طلع للسقف بدا كيتمشى تماك، هو فين شفنا الفيديو على ما اظن. ياك صافي بقى كيطول تماك، بدا كيقول وراه سحروا ليا راه داو لي الطاكسي، بدا كيقول بحال هكا صافي، يعني كان كيغوت هكا. تجمعوا الناس، قربت تجي سياره الاسعاف، قربت حتى لهنايا صافي، هو كسحب ليه البوليس حيت تخلع حيت وليت في عمرته كذلك مؤبد صافي، هو يتلاح مات الله يرحمه. هي هاد البلاصه اللي كنشوف فيها الدم هنا محروق قدامنا تماك فين طاح، فين طاح هو، لكن المراه ديالو المراه ديالو طاحت من جهه اخرى كامله، فين كاين هاد الربيع هذا اللور ديالو طاحت فوق الرمله، اللور ديالو فوق الرمله، وخلاه مساكن ثلاثه ديال البنات، وحده عندها 7 سنين، وحده عندها 4 سنين ونص، وحده يلا عندها 4 شهور، يعني باقيين صغار ما عارفين والو في الدنيا. يعني نتوما خصوصا دابا كوليدات صغار كيفاش شفتوا هذا الامر هذا؟ تخلعت شو؟ انا ما نعسش، انا بقيت صراحه حنا سمعنا الغوات وسمعنا انا بعدا دارنا انا ربطت سد الريد وشنو بعدا تخلعت. يعني المشهد كيما كنشوفوا مع الاسف تشوفوا في الافلام اول مره غادي نشوفوا داك الشيء، فهمتي الرعب والمشكله من السانكيان بزاف من السطح كنشوفوه. هو واقف وقول لي هذوك هذيك الكاميرا واش يلاه دارت ولا كانت تما؟ لا كانت تما، جاو جاو البوليس، يعني هذيك الكاميرا سجلات كانت خدامه وخداو السجلات خداو داو من الطبيعي خصهم ياخذوه باش يشوفوا يعني الحقيقه واش تم انتحار او لا دفع او لا. فاحنا على كل حال كنتمنوا لهم الرحمه والمغفره، دابا راهما في دار الحق بجوج، فمع الاسف الشديد كيف ما شنو دابا تيقولوا الجيران هنا يعني شنو؟ هذوما يقولوا كل واحد شنو كيقول، كيقول لك تقول لك راه ما تفعاش ما تفعاش، العائله ديال المراه كيقول لك راه يتفع، حيت توصلنا بالخبر ديال الاخ ديالها بالله جا البارح وهز الابناء ديال الاخ ديالو صافي هزهم وداهم لدار الجده ديال الام حي رحمه. يعني انت الى سولت كيفاش كانوا الاخلاق ديالهم كتشوفهم هنا كتفهم؟ لكن صراحه ما كانوا من الطاكسي انا ما كنعرفوش، ولكن كيعاودوا علي ظريف درويش طيب. المراه حتى هي قالوا لك طيبه كتقري بنتها هنايا في المدرسه اللي حداها، كل شيء كيبكي، المهم نتمنوا لي الرحمه هو وياها، ماشي علاقه مزيانه محتار شحال من مره كيجيو يتقدموا ما عندنا شي حاجه، يعني محتارمين كانوا محتارمين. يلا البارح كان كلا ما عندنا الحرشه ما بقات بالزرب، غير البارح كلا عندكم الحرشه؟ كلا ما عندنا ما كلا عادي، كان مخلق اش كان مقلق شنو عن شنو سمعت شو قال؟ قال لك واش عندك شي جن شي البارح مشى عند شي مول الحانوت.
فمع الاسف الشديد كيف ما كتعرفوا متابعينا الكرام ان الاراء تختلف والتصريحات تختلف، لكن السر ديالهم الوحيد كيف ما تنقولوا بالدارجه داوه معهم عند الله كيف ما قال هذا الطفل الى جانب ديالي. هادو بعض الاطفال اللي شافوا هذا الشيء هذا من الشرجم واللي كيف ما قالوا ان هذا الامر داخل عم بزاف. فكيف ما كتشوفوا يعني هذه المسافه هذه كامله مع الاسف الشديد فين شفتوا الفيديو اللي تسيب منه الزوج. ومن من هنا يذكر انه واش سقطات المراه ديالو واش رماها، هذا الامر اللي كما قلت لكم هما اللي داو السر ديالهم، والكاميرا اللي غادي تكشف هذا الامر هذا اللي غادي يدليو به او لا اللي غادي يكون عند الناس المسؤوله على البحث القضائي. فكيف ما كتشوفوا احنا مباشره من هذا الحي هذا اللي هو حي بوشوكياك اقامه الزهره هنا بمدينه سلا، هذه الفاجعه اللي وقعت يوم امس. فمع الاسف الشديد وكيف ما كنسمع هنا الجيران كيقولوا على انهم خلاو بنيتات صغار، وهذا هو اللي يعني كيحز في القلب وكيتاسف له الانسان بزاف ان خلاو وليدات موراهم. ما عرفناش شنو الضغوطات شنو المشاكل اللي مع بعضياتهم، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فمتابعينا الكرام للتذكير انتم مباشره معنا هنا من اقامه الزهراء ببوشوك بمدينه سلا نحن. فكيف ما كنقولوا كنقلبوا على حقائق جديده وتفاصيل اكثر. شنو وقع هنا بالضبط؟ شنو بغيتي تقول لي ولدي؟ قلت لك بالله هما كان عندهم ضياف، حيت هو كيسكن في كاتر ايام هادشي اللي قالوا. كان عندهم ضياف ياك، داك الساعه قالوا يلا نطلعوا السطح نتناقشوا. اللي تناقشوا وقع داك الشيء، هو كان ديجا يعني كان عندهم ضياف في الدار ديالهم، وديجا يلا تقدا 10 ديال القنينيات عند الاخت وطلعوا من الوليدات اللي كانوا معاهم في الضياف، حيت كانت جدات الام ياك. وصافي هو ديجا مجوج ومطلق، زوج ومطلق. يعني دابا هادشي اللي وقع اللي بغيتي تقول لي انت عندهم الضياف في الدار؟ عندهم، وقال لها يلاه نطلعوا السطح نتناقشوا باش كاع ما يسمعونا. هي دارت بحال هكا بغات تطل داك الشيء والبنيه ما عرفناش يعني واش قال لي الراجل خلينا نطلع السطح نتفوق، وفاش طلع السطح تبعاني. هادشي دابا انتم اللي سمعتوا، هادشي اللي كيروج هنا اللي كيتشكال. يعني كانوا الناس فهاد الشراجم اللي كنشوفوا دابا قدامنا كانوا الناس كيحاولوا انهم يهبطوهم. كانوا الزوج ديالهم هما دابا هما كيقولوا نبعدوا منه. يعني دابا الناس خافوا اللي يقربوا ليه يتلاح، يعني اللي خافوا منه طاحوا فيه. باش طاح واحد بغى يشدو ويتزوج باش طاحت هي الرمله ما ماتتش في البلاصه، كانت باقا حيه. المراه طاحت كيف ما كنشوفوا لهي كاينه شي الرياك هذه طاحت فيها المراه. ولكن سيارات كتفرق عاد لها ركبتو، ولكن سيارات الاسعاف طاف سير الاسعاف تعطلات شي نص ساعه باش جات صافي. حتى اليوم عاد شي اللي قال شي حاجه صافي. فمع الاسف الشديد كيف ما قالوا بعض الشهود هنايا، يعني هاد الشراجم كاملين اللي كنشوفوا كانوا كيطلوا منهم الناس باش انهم يحاولوا باش ينزل باش ينزل. لكن ساعه هو نص ساعه بغاو يديروا لنا شي حاجه كون عتقوا. فين هي الدار بالضبط ديالو؟ لا بغينا قالوا اللي فيها شيفون الصفر، اللي فيها الشيفون الصفر ياك هي هذيك راه هي. يعني حتى هو قول منه للسطح. مع الاسف الشديد متابعينا الكرام، يعني كيف ما سمعتوا كيقولوا على انهم بزاف ديال الجيران حاولوا انهم باش ينزل او باش ما تسقطش المراه، لكن مع الاسف الشديد ما سمع لهمش ووقع ما وقع. قدر الله ما شاء فعل، فقط كنتمنوا لهم الرحمه والمغفره. فقط للتذكير نحن على المباشر هنا من مدينه سلام اقامه الزهراء بحي بوشوك، ننقل لكم تفاصيل وحقائق جديدة حول ما وقع ليلة أمس في انتحار زوج وزوجتي أو شنو المشكل اللي كان بيناتهم. فالتصاريح تختلف. فمتابعينا الكرام سوف نعود لكم بحقائق جديدة في الموضوع، ترقبونا. فمن هنا إلى هناك تحياتنا لكم.